أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة سليمة ورائعة للشوط 11 وهو شوط خاص بالبكار. نتمنى التوفيق للجميع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى اللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير بهذا التحدي الرائع. ياتي شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مقدما ايضا لبدايه، وهي تنطلق منذ البدايه بناموس هذا الشوط في هذا الاندفاع التلقائي في هذه التحديات الرائعه. نتابع المركز الثاني وارى التسلل والتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني. تتقدم سرابة بالشعار عبيد بن محمد بن مرخان الكتبي، وعلى مستوى المركز الثالث من الجانب الآخر مياس ناصر بن خويتم بن خويته العامريات تحديات مياس من بدأت تتقدم مع المراكز المتقدمة وصول من الجانب الآخر والتسلل مع الشاهينية محمد بن أحمد بن خزع العامري، ولكن تقدم في هذه اللحظات الشاهينية لحسن بن عبد الله بن غليطة. تأتي أيضا بهذه التحديات الرائعة نطلق مشاهدينا متابعين الكرام وصول على مستوى المركز الثالث بشاير يمعى بن سعيد بن علي الزرعي، يتقدم بتحديات بشاير تنطلق بدورها مع المركز الثالث رابع الانطلاقات مياس ناصر بن خويتم العامري، وعلى مستوى المركز الخامس تنطلق بهذا الأداء المتميز القسطنطينية بشعار حمد بن راشد بن نايع الغفلي مقدما لهذا الاسم على مستوى المركز الخامس سادس الانطلاقات سادسة التحديات. مشاهدينا متابعين الكرام شعار أيضا بالخزع يأتي بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير وبهذه التحديات الرائعة. نتابع الاسم القادم مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز السادس. تتقدم مشكورة لحمد بن عبد الله بن خزام العامرياتي بتحديات مشكورة مع المركز السادس، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع تتقدم بهذا الانطلاق مشاهدينا متابعين الكرام تاتي زاهية لسالم بن سعيد بن سهيل الراشدي ينطلق بهذا الأداء المتميز مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات الشاهينية خليفة بن خميس بالصوب يقدم هذا الاسم على مستوى المركز الثامن. وتاسع الانطلاقات شعار حمد بن راشد بن غدير الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر بهذا الانطلاق المثير الحرشة مع المركز العاشر بالتقدم يمعى بن عتيج بن يمعى الرميثي بهذا الانطلاق المتميز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق. نعود مع الصدارة نتابع البداية والمقدمة بهذا الأداء المثير بهذا الانطلاق الرائع. الشاهينية محمد بن أحمد بالخزع العامري يقدم الشاهينية، وهي تنطلق تندفع بناموس هذا الشوط، ولكن التسلل نتابع التقدم والانطلاق مع الشاهينية. خليفة بن خميس بن محمد بالصوب من يقدم الشاهينية اللي قادت المجموعة انطلقت بناموس هذا الشوط المركز الثاني التحديات أيضا مع الشاهينية محمد بن أحمد
بالخزع العامري، المركز الثالث من ياسر ناصر بن خويت بن عامري، نتابع المركز الرابع والقسطنطينية القادمة بشعار حمد بن راشد بن نايع الغفلي يقدم هذا الاسم على مستوى المركز الرابع خامس الانطلاقات. شعار بالخزام العامري يتقدم بهذا الأداء المتميز وبهذا العرض المثير على مستوى المركز الخامس سادس الانطلاقات. الوصول التقدم لبشاير يمعى بن سعيد بن علي الزرعي يقدم بشاير على مستوى المركز السادس والسابع الانطلاقات. افعال احمد بن محمد بروية الخيلي ياتي بتحديات افعال من الجانب الاخر. شعار يمعى بن عتيج الرميثي يتسلل مع الحرشة مقدما لهذا الاسم. وصول وانطلاق ايضا مع وضحة لعلي بن عبد الله بن هاشل الشامسي يقدم وضحة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدم، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية والمقدمة والشعار بروية، شعار بروية، ولكن اللي وصلت بهذا الأداء المثير ما شاء الله حمد بن عبد الله بن خزام العامري يقدم هذا الاسم، ولكن من الجانب الاخر شعار بروية اهالي رماح ينطلقون بهذا التحدي. افعال احمد بن محمد بروية الخيلي سلوب سلام رماح سلام. تهانينا لاحمد بن محمد بروية الخيلي. المركز الثاني حمد بن عبد الله بن خزام العامري، المركز الثالث الشاهينية خليفة بن خميس بالصوب الغفلي، المركز الرابع الحرشة يمعى بن عتيج الرميثي، المركز الخامس وضحة لعلي بن عبد الله بن هاشل الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول أفعال إلى خط النهاية. تهانينا لأحمد بن محمد بن روية الخيلي فوز أفعال بالمركز الأول. توقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية 7:30:08 من الثانية. تهانينا لأحمد بن محمد بن روية الخيلي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني شعار حمد بن عبد الله بن خزام العامري 7:31:05 من الثانية. وصلت مع المركز الثالث، هذه لحظات وصول أيضا مع المركز الثالث. جاء شعار بالصوب أيضا مع ثالث المراكز 7:32:00 وجزئين من الثانية. تهانينا هذا الانطلاق المتميز لخليفة بن خميس بن محمد بالصوب على فوز الشاهينية مع المركز الثالث.